يتم استقبال هؤلاء الأطفال ووالدهم في قاعة طبية خاصة لتوثيق معلوماتهم وحالتهم المرضية، ومن ثم تؤخذ منهم مسحة فحص كورونا. هذه الخطوات تسري على كل المرضى والمراجعين قبل دخولهم إلى مستشفى البتول التعليمي في بعقوبة، وهو أكبر مستشفى للنسائية والأطفال في ديالى. كل هذا لحماية الأطفال الحديثي الولادة داخل ردهات المستشفى من الإصابة بسلالة كورونا الجديدة. تحليل المناعة وتحليل الاسار وتحليل الفريتين والسيار فيه، هذه التحاليل فد مؤشرات تنطينا في حالة أنه المسحة نيجاتيف يعني سلبية هنعتبر التهاب رئوي ويدخل الردة العادية ماكو مشكلة، وإذا المسحة إيجابية وحالة المريض تطورت سوي له المفراز وننقله للمستشفى العام مستشفى الشفاء للحالات المؤكدة. مستشفى البتول الذي يشهد نصف ولادات ديالى بإحصائية تصل إلى ولادة 70 طفلاً باليوم الواحد أحياناً، شدد الإجراءات الوقائية بين كوادره أيضاً، وخصوصاً ممن هم على احتكاك مباشر مع الأطفال في الخدج والردهات الأخرى لمنع انتقال الوباء إليهم. الجميع هم في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي نحاول قدر الإمكان نحققه داخل مستشفانا، التعقيم التوعية الكاملة، وإن شاء الله مستمرين بهذا الاتجاه. لحد هاي اللحظة الحمد لله لم تسجل أي إصابة لدينا في مستشفانا. وبحسب رئاسة الصحة فإن ديالى لم تسجل أي إصابات بين الأطفال بالسلالة الجديدة، فيما ينصح الأطباء هنا العوائل باتخاذ أقصى إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي وعدم اصطحاب الأطفال إلى الأماكن المزدحمة ومراجعة المؤسسات الصحية بسرعة الممكنة عند ظهور أي علامات مرضية عليهم لحمايتهم من الإصابة. علي العنبقي يو تي في. Diana.